انا دابا ولاو لك الناس في الشارع، ولكن الناس هكذا الباب ولا باغي عيدي مرضات وتضرب مرض في راسو، الضربه ديال الوجه اثرت على ديال الراس عقدات ولدي ديال الوجه عقدات ومرات. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي مرحبا بكم في هذا المباشر. في واحد الحاله اللي كتوقع قليل ما بين ولاد الخاله، انت دابا ولادك مشكل مع الاخت ديالك، ولد الاخت ديالك عنده مشكل مع الولد ديالك، يعني كان جلسي باغي يذبحو ضربوا الوجه، هذيك الضربه اثرت على النفسيه ديالو حتى ولا الولد كينعس في الشارع، قلت بان رجال الامن يعني لقاو ناعس جو هزوه. كيكون ناعس كيخرج باغي يبيع هو، هي ما بقاش، هي كتقول بان انا ولدها بريء وما كيدير حتى شي حاجه، ولادها ما كيديروش هذا الشيء وما تيتخاصموش، وانا ولدها درت ليه التنازل وسمحت ليه، وانا ولدي مرض وعقدات والضربه، ولا كيبات ليا باغي يبات في الزنقه، ولا في الليل كيكون ناعس وباغي يخرج، ديما انا تابعه، انا ما كنعش، وكاين الجيران شهود على هذا الشيء، بلي انا ولدي ما كنفرقوش ما مشى برك في الزنقه خاصني نبرك حداه، دخل داخل خاصني نبرك حداه، وكتهم بان تهمني بلي انا جايبه لها شي عصابه، وانا النهار هذاك النهار هذه خصك هذه اللي كدوي عليها بهذا الشكل. انا هي خد السيده اللي لاحت هذاك التسجيل في الباب ديال الاصلاحيه، وكتقول عندها المشكل مع ختها جابت لها العصابه، ما كاين لا عصابه لا والو، وانا هذاك النهار كنت في ميريزك وعندي تحليله لبنتي وعندي التاريخ ديالها وعندي التحليله وعندي حتى الوراق ديال الكوبيس باقيين، انا ما حاضرش داك الشيء، جيت على الاخر كنلقى العيالات مخاصمين بيناتهم، هي اللي عندها شي مشكل تحلو، ما تدخلش ولدي وتدخل راجلي وتدخلني انا في المشاكل، اي واحد عنده مشكل تيحلو الراس، هذا هو اللي كاين. هي كتقول اختي انا هي خات هذيك السيده اللي لاحت هذاك التسجيل، واش الناس عاقلين عليها اختي؟ حنا كندوي غير على الموضوع ديالك، دابا هذه اخوه اللي غتوصلوا لهذا المشكل ديال اخوه، هي فين يكون عندها شي مشكل خاصها تدخلني انا الوسط ولا ولدي ولا راجلي، المهم واحد منا خصو يدخل، ونعم الخاوه هذه اللي كتقول هكا، وانا ما حاضرش في هذاك الشيء، وكتهمهم كيحرقوا السلك، وكتهم ولدي وكتهم راجلي، انا ولدي مرض، كتقول لك ولدها باري، انا ولدها ودرت ليه التنازل، هو كاين حداها ولدها كاين حداها، راه ما مشدود موالو، انا ولدي مرض ودابا من ديك الخساره ديال توجهه عقداته ومرض ليا ولدي، وكتقول لك هي مشات للبوليس وما داروا ليها والو، وهذا الشيء راه ما كاينش، البوليس تيديروا خدمتهم، ما تيظلموا حتى شي واحد، يكذب الكذاب، حنايا حنايا دائره ديال الهراويين، وعندنا العماله تما ديال الهراويين وحدها، وكاين رئيس الدائره، وما غنقولش لكم زمعه ونعمه، نعمه البوليس ديالنا من يعمل رئيس الدائره ديالنا والبوليس ديالو خدامين خدمتهم اكثر من الخدمه ديالها، وهي كتقول لك مشات وما داروا ليها والو وما فعلوا ليها والو، وكتهمني بشي حاجه ما كايناش، هادشي ما كاينش، المخزن تياخذ غير الحق تيديرها القانون، هذا هو اللي درت لي التنازل، درت لي التنازل، التنازل قلت لي ديك المره كان باغي يذبحو، درت لي التنازل المره الاولى ملي خسر لي وجهه، هما اللي درت لي التنازل زعم عاودتي ثاني بغيتي تذبح ليه ذبحو من عنقو، حاشاك واقف وحده واحد طارو جيتي بغيتي تذبحيه من عنقو، اجاب الله هذيك انا حاضره فيها، شديته وصلت وقراطيته وشديته وبقيت انا اللي شديته بجنويته، وبقيت كنغوت حتى جاو الناس دراري تمايا، جاو الناس فكوا وحيدوا لي الجنويه من يدو، هذا باش طلقتو انايا، وكاين واحد السيد عساس راه مات الله يرحمه ووسع عليه، هي يا الموتى ما وقراتهمش، الموتى كتقول لك انا باقي نعدي السيديات وباقي نعدي، اللي مات ما كتخليش يرتاح في قبره، صافي السيد راه مات الله يرحمه ووسع عليه، كيقول الله سبحانه وتعالى اذكروا امواتكم بالخير، ما تقالش جبد عليهم هذا الشيء، وانا خليت لها الله والبزوله اللي راضعين الوالدين، هذه اللي غنقول لها، وانا ولدي تعقد بسبب هذيك الضربه، تعقد درت ليه التنازل على حساب الخساره ديال الوجه، هي دابا ولا بغى يذبحو، وهذا الشيء ما 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 يبقاش فيها الحال، هذا الشيء ولدها معترف به عند الوكيل. معترف بان علاش بغى يذبحو، معترف علاش خسر ليه وجهه، معترف هو كيحكم بيدو، الوكيل قال ليها ولدي علاش ما تتبرعش في والدي ولا تمشي للكوميساريه، قال لي لا انا كناخذ حقي بيدي، كناخذ حقي بيدي قال لي، وانا اي حاجه طرات في ولدي هما اللي اي حاجه طرات في ولدي هما سبب هذا الشيء كامل، اي حاجه طرات في ولدي هما، انا كنعرفهم هما حيتاش هما عينو في ولدي، عام يحسدوه ولبس يحسدوه، انا راه ما عدي حتى شي حاجه، وكتعيط وكتقول الناس بان عاطيني محل، هي ما عاطيني لا محل والو، انا محل شريته برزقي،
وباقيين موالي الله يزيد في عمرهم الله يشافي لي ميمتهم. وانا كنطلب من الناس مسؤولين يبحثوا لي على المحل ديالها، هي اللي ساكنه فيه راه ماشي ديالها، اللي باركه فيه هي راه مستعمره، وكتقول لك عطيني محل، هي ولادها ما حاسبهمش. سول السيد شحال والده، قالت لي خمسه، عندها سبعه الاولاد، اللي غتعطيني محل تعطي لواحد ولادها. دابا هذه الاخت ديالك؟ الاخت ديالي، وكتقول لهم انا جايبه لها العصابه، وانا جايبه لها الرجاله محامين عليها، ما كاين لا رجاله لا والو، انا ما خرجتش من محالي، باقا بجلابيتي، دايزين العيالات مخاصمين مع ولادها، ما كاين لا حتى حاجه ما كاين. دابا ديال الاخوه هذا هو الدار. نعم الاخوه، ماشي على الاخوه، نعم الاخوه، انا من ولدت هذه البنيه، ولدتها في العيد من ورا العيد الميلود بيومين، هذه البنيه من نهار ولدتها، وانا معاها بحال هكا، يا اما كنبات نقلب، يا اما في الكوميساريه، يا اما في السبيطار. عطاتني كادو ما كيدورش كاع في المغرب، عطاتني كادو ما غنقولش لك، وبالاخص ولدها ولدي كيهضر مع واحد الدري صاحبه، وسمعوا من اللي قال لي راه غتجي واحد السيده من امريكا غدير لي تجميل، ملي عاود ليه ولدي صاحب ولدي عاود لولد اختي، ملي سمعتي هكاك بغيتي تذبحي، قال لي دير تجميل انا غادي نذبحك هكاك. انا جنويه شديتي لي بيدي شديت لي الجنويه، وكاينين الناس اللي كانوا معايا تحيدوا لي الجنويه من يدي، كان باغي يقتلو، كان باغي يذبحو، هو ما عينوش باغي يدير، وانا ولدي مرض وتعقد، ولدي مرض، ولدي خاصه طبيب نفساني وخاصه عمليه، وهي باغا تطلب، هي باغا تطلب، حنا كاع كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، هي باغا تطلب اللي يوقف معاها يدير لها محامي على ولدها، ولكن ما عرفتش كيفاش تطلب، تخليها لهذاك اللي مخسر من وجهه، مرض خاصه طبيب نفساني اول حاجه، خاصه التجميل على وجهه، والسخار الله رجع ليه عقله. دابا العقل ديالو صافي، عقله ما تلاش هو هذاك، تيحط الحاجه تنساها. انا سخرته البارح قلت لي، قال لي جاي غادي للحانوت، قلت له انت جيب لي معاك ليكوشه، جيب خصك جوج ليكوشات وجيب تعبئه وجي كيدير الكونيكسيون، مشى ما رجعش. يعني مرض نفسي بسبب ديك الضربه اللي في الوجه. كيفضل هو يبيع يبقى غادي في الزنقه وما يدخلش للدار، يبقى غادي ما كيدير حتى حاجه. هذا ما كان، هذا هو اللي كان، انا تنطلب من الله ياخذ الحق، هذا اللي كاين، هذا اللي غادي نقول، تنطلب من الله ياخذ الحق، وانا خليت له الله وحده، هذا اللي غنقول. هي تتقول اختي وهذه هي اختها، ونعم الخاوه، ونعم الخاوه، هذا اللي غادي نقول، خليت لها الله، كتقول رشيده هذه هي رشيده.